مرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. الفقرة ديت أعتقد فقرة مميزة وفقرة مختلفة تماما. لو كنا بنتكلم لسه من شوية عن الكرة المصرية وأداء منتخبنا القومي ونفسنا إن احنا نوصل للعالمية بشكل كبير جدا، عندنا مشوار طويل، مشوار طويل يمكن مشي فيه أحد أبناء مصر، الكابتن إسلام شاهين. يمكن اتولد في ألمانيا وكان عنده نجاحات كبيرة جدا على مستوى التدريبي، كان درب مع جارديولا طبعا لما كان ماسك كمان فريق الشباب في برشلونة، كان ماسك شباب ليفربول، اشتغل مع في أياكس فريق الشباب فريق الصاعد. ودايما لما بقول فريق الشباب هو الفريق يمكن المهم جدا في الفرق الكبيرة، ما نقولش فريق الشباب يعني فريق، لا ده الفريق دوت هو الفريق الواعد والشريان الأساسي لمعظم الفرق الكبيرة. كابتن إسلام شاهين هنتكلم معاه في ملفات كبيرة جدا جدا، وهو مشرفنا النهاردة في قناة النادي الأهلي. كابتن إسلام بنرحب بيك في جيتس. sehr gut, danke schön. Ich spreche gut Arabisch. Ich spreche sehr gut Arabisch. Manche Wörter fehlen mir noch. Immer noch? Immer noch. Arabische Wörter. Aber, ah, ja, ja, aber da kannst du mir ja helfen. Ich verstehe alles. Ich weiß. Ich kenne auch deinen Trainer, Otto Rehhagel. Ah ja, klar. Ja, wirklich. Okay, ja, طبعا بنتكلم. وحشنا الألماني طبعا، برحب بيه وبقول له كمان أنت بالرغم أن هو مولود في ألمانيا لكن بيتكلم عربي كويس. هو بيقول لسه بيفوتوا بعض الحاجات الصغيرة، وكمان بيقول لي طبعا كان هو بيحب جدا او علاقه طيبه مع أوتو رهاجل طبعا الاب الروحي والمدير الفني القدير الالماني. اسلام بنرحب بيك في قناه النادي الاهلي. اهلا بيك. اهلا بيك. وخلينا نبدا من الاول خالص. اوكي. المانيا. المانيا بالظبط. انا مولود في المانيا، الماني يعني. بابايا جاء 1960 على المانيا دراسه، وانا اتولدت سنه 1976 في المانيا. وعادي. في اي بلد في المانيا؟ في برلين. 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 اوكي. مقيم كمان في برلين. ومن يعني لغايه دلوقتي؟ لحد إمانو. لحد دلوقتي. أوكي. وانا في برلين رحت المدرسه، وبعد المدرسه الواحد عمل الاستوديوم اليونيفرسيتي الدراسه بتاعته. وطبعا وانا من صغري بحب الكوره، بابايا سجلني في نادي صغير. اوكي. وانا عندي 4 سنين. اوكي. وواحد اخذها من تحت ولعبت انا في المانيا درجه ثالثه. دي كانت اقصى حاجه انا لعبتها في المانيا درجه ثالثه، ولعبت لحد وانا عندي 34 سنه. اوكي. وبس الموضوع التدريب ده كان انا حبه جدا جدا، وعملت دورات في الاتحاد الالماني في الدويتشه فوسبال بوند. اوكي. واخدت اللايسنس من الدويتشه فوسبال بوند. واخد لايسنس البرو لايسنس ولا الاي لايسنس؟ الاي لايسنس. الاي لايسنس. حلوه قوي. الاي لايسنس. اوكي. هي سي بي اي والبرو. والبرو طبعا. البرو صعبه شويه. اكيد. ابقى صريح معاك، لازم تمسك نادي في المانيا بروفيشنال. بالظبط. عشان تعمل اللايسنس. صحيح صحيح. ودي يعني لسه شغالين فيها. ان شاء الله. طيب من خلال السي في اللي قريته بتتكلم على المانيا، اتولدت برلين ولعبت كوره برشلونه. مشوارك و لا انا لا هقول لك دي جت ازاي. Alright. انت عارف اللايسنس لما واحد ياخدها من المانيا دي دراسه. صحيح. هي يعني لحد ما واخد بتتكلم على البراكتيكوم. براكتيكوم انترشيبينج. Okay. هو كان براكتيكوم. اوكي. واحد عمل براكتيكوم هناك وكان 2008. البراكتيكوم ده واحد بيكتب زي سي في بيفيربونج. وهم بيختاروا. انا رحت هناك بس طبعا البراكتيكوم ده بفلوس، لازم واحد يتكلم بصراحه. طب شو يعني؟ وخاصه لما يكون في نادي كبير يعني. اكيد اكيد. دي كانت مده معايشه، وكنا احنا 4 تنفار ورحنا عملنا البراكتيكوم ده انترشيبنج. وطبعا واحد شاف حاجات قبل كده انا ما شفتهاش يعني. طبعا بيب جوارديولا كلاعب واحد كانوا يعرفه من برشلونه، واخر فتره لعب في لاتسيو روم، بس التدريب بتاعه مع الناشئين كان يعني بالنسبه لي انا حاجه هايله جدا جدا جدا. شفته مختلف من اول ما شفت. انت اكيد يعني كنت بتتابع برضو المدرسه الالمانيه، هنتكلم عليها. ايوه. شفت اختلاف مدرسه جاردولا اول ما رحت، وحتى كان هو لسه في مشواره التدريبي مع فريق الشباب. ايوه انا شفت طبعا يختلف خالص من المدرسه الالماني. كان كله بالكوره. كله من كوره. من اول الوارم اب. من اول الوارم اب كوره. الوارم اب بالكوره، التمرينيه كلها بالكوره، وهو شغال على مساحات صغيره. اوكي. عشان تملي يبقى في ضغط على اللعيب. اوكي. ويعمل تملي مجموعه 4 ضد 4، 5 ضد 5، في مسافات ضيقه صغيره. اوكي. الفكر بتاعه اللي كانوا بيقوله لنا هم في برشلونه في الانترشيبنج، الفكر بتاعه كان اما انا اخلي اللعيب في التمرين
باستمرار تحت ضغط هيبقى في الماتش يلعب مرتاح أوكي. عشان عنده المساحات أوكي. ده الفكر بتاعه يعني مدرسته ان انا لازم احط اللعيب في كل التدريبات بدايه من الوارمينج اب لغايه ما بتلعب مثلا 8-8 او بيلعب لازم يكون اللعيب تحت ضغط تحت ضغط أوكي. تحت ضغط من والحلو من اول الوارم اب تملي كل حاجه بالكوره الفكر الاسباني والفكر الهولندي بعديها عملت انا انترشيبينج كمان في هولندا بالظبط على فكره الفكر بتاع اياكس هو مش بعيد بتاع برشلونه عشان يوهان كرويف طبق الشغل والفكره في السبعينات لما كان بيلعب في برشلونه ومسك بعدين الفريق اللي اخذ 1990 الشامبيونز ليج كان بالظبط الفكر ده التدريب كله بالكوره الوارم اب بالكوره واللعيب يبقى باستمرار تحت ضغط انا بس انا بالنسبه لي انا شفتها اول مره في البي تيم في الانترشيبينج في البراكتيكوم عند بيب جوارديولا التيكا تاكا التيكا تاكا اللي انشاها جوارديولا المدرسه ديت نبع من اللي انت بتقول عليه من خلال التدريبات ان اللعيب دايما يكون تحت ضغط وبالنسبه له التمرير تحت ضغط او ما بيكونش عنده بانيك ان أيوة ما بيضغط عليه بالظبط عشان في المباراه انت عارف اكيد التدريب كبير في المباراه عندك المساحات وعندك الوقت وطبعا ماتش مباراه بيبقى فيه تكتيك وعندك المساحات بس لو اللعيب في التمرين يوم بعد يوم بيتدرب تحت ضغط بعدين في الماتش في المباراه هيبقى بيلعب يعني مش عنده ضغط ومفيش دروب عليه اداؤه ما بيتغيرش يعني بالزبط. ما بيكونش فيه بانيك فيبدا يعمل ميس باس او ايوه صحيح ونقطة مهمة جدا دي انا ما شفتهاش في الكرة الألمانية في العلم يعني المساحات هو بيضيق المساحات في التمرين عشان اللعيبة يكونوا باستمرار تحت ضغط والكرة يكون الباص الصغير اللي احنا بنتكلم عليه التيكي تاكا صحيح ايوه المدرسة الألمانية اختلفت ويمكن هتكلم على المدرسة اللي انا عشتها يعني انا طبعا في التسعينات صح؟ في التسعينات انا فيردا بريمن وبعديها مع كايزرسلاوترن بالظبط يعني انا رحت فيردا بريمن وكان اوتور هاجل كان المدير الفني كان الوقت ده الكرة الألمانية بتعتمد بشكل كبير جدا على اللياقة البدنية أيوة والقوة بالزبط. والسرعة صح وكان الجانب التكتيكي فيها محدود إلى حد ما إلى حد ما هل من خلال بقى تجربتك بقى يعني أنت مريت على برشلونة ورحت أياكس ورجعت تاني فولسبورغ اعتقد ايوه بالظبط انا فولسبورغ كان حظي كويس كان الفريق تحت 19 واحد صاحبي صديقي كان ماسك الفريق دون كان هو الهيد كوتش اوكي اول حاجه دخلت معاك انترشيبينج برضو اكيد كانترشيبينج عشان يشوفوه وبعدين يعني اتفاهمنا مع بعض وبقيت معاه باستمرار بس الكلام ده كان طبعا في 2011 2010 2011 اوكي الوقت اما انت كنت بتلعب في المانيا كان طبعا في التسعينات الكره اختلفت خالص انا ما جاي لك في النقطه ديت لان انا يعني اعتزلت في 2005 يعني كان اخر فريق لعبت فيه كان سابروكن كان رحت سابروكن سفايت ليجا كان ست شهور كنت على امل ان انا الحق بطوله افريقيا 2006 في مصر لكن قول لي على التغيير الشامل اللي حصل في الكره الالمانيه وخاصه برضه بنتكلم بكل امانه على المستوى التدريبي انت دلوقتي عندك في ثمن النهائي او موجود ربع النهائي بالنسبه للتشامبيونز ليج عندك اربع مدربين المان مدرب ليفربول دورتموند بتتكلم على حتى باريس سان جيرمان ويعني اربع مدربين المان في من ضمن ثمان التوب 8 بتوع الاوروبا صحيح يبقى المدرسه الالمانيه في التدريب اختلفت قول لي الاختلاف ايه؟ انا اقول لك الاختلاف اللي حصل بالظبط في المانيا 2004 كان في الاوروبا ميسرشافت كاس اوروبا بتاع الدول والمانيا طلعت في الفيرست راوند دي كانت بالنسبه للكره الالمانيه كارثه صحيح اوكي عملوا اجتماع في الاتحاد الالماني في اتحاد الكره الالماني طبعا الناس الكبيره اللي ماسكين بايرن ميونخ فيردر بريمن بروسيا دورتموند بروسيا مينشن جلادباخ عملوا اجتماع وقالوا احنا دلوقتي لازم نغير الفكر بتاع الكره الالمانيه عشان نبقى نطلع تاني نبقى نمره واحد في العالم وحطوا زي خطه انا هقف عند النقطه ديت عشان اربطها باللي بيحصل عندنا في مصر ايوه ان تتكلم على منتخب المانيا خرج من بطوله اوروبا ايوه فاجتمع كبار الانديه زي بايرن ودورتموند وجلادباخ وليفركوزن يعني الكبار اللي تملي باستمرار بيلعبوا درجه بلعبوا اولى بيلعبوا في اوروبا اوكي دول قعدوا وقالوا لا لازم على مستوى المنتخب ان احنا نكون افضل من كده بالزبط. ما قالش بقى انا رئيس النادي انا ماليش دعوه لا 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 بالظبط عشان
الناشئين بتوع النوادي البوندسليغا هم اللي بيطلعوا العيال. مظبوط. اللي حصل بقى قالوا التدريب لازم يختلف، لازم احسن مدربين في البلد يمسكوا الناشئين، يمسكوا احسن مدربين أحسن في البلد يمسكوا الناشئين باعلى لايسنس، باعلى لايسنس، باعلى لايسنس. واحنا وانت عارف اللايسنس ده مشوار طويل، مشوار طويل جدا وصعب. أيوة. وعلم كبير. صحيح. وعشان امسك الناشئين لازم يكون معايا اعلى لايسنس ويكون عندي فكر وعلم كبير جدا. من ضمن الشباب الصغيرين دول، المدربين الصغيرين اللي مسكوا الناشئين، طلع مدرب زي توخل. توخل طبعا مدرب دلوقتي تشيلسي اللي كان ماسك قبليها باريس سان جيرمان. أيوة. توخل على فكره ما كانش لعيب كوره كويس قوي، بس هو كان مدرب كويس. ولا دي العلاقه بقى من انت مش لازم تكون لعيب كوره كويس او بروفي بلاير علشان تكون بروفي كوتش. بالظبط. ولا زي ناجلسمان. ناجلسمان طبعا ماسك ابي لايبزيج، صح، كمان ما كانش لعيب كويس ومسك الفوست تيم بتاع هوفنهايم. هوفنهايم طبعا. أيوة. عمل نتائج رائعه. 28 سنه عمل نتائج رائعه، عمل نتائج رائعه. يعني هي يعني بقت علم الكوره. أيوة. بقت علم. بس خليني ارجع تاني. أوكي. بعد الاجتماع اللي حصل في الاتحاد الالماني وكرروا احسن مدربين باعلى لايسنس يمسكوا الناشئين، ومن ضمن الاجتماع ده قالوا لازم كل نادي اللي بيلعب في البوندسليغا، الاست بوندسليغا والسفايت بوندسليغا، لازم يكون عنده مدرسه كوره. لازم لازم اكاديمي. اكاديمي مدرسه كوره بتطلع باسم فولفسبورغ ولا باسم بايرن ميونخ ولا باسم دورتموند. يعني انت بتتكلم احنا كنا ساعتها كان 18 بوندسليغا. ايوه بالظبط. لحد دلوقتي 18. اوكي. يعني بتتكلم على 36 اكاديمي فريق. لازم تتعمل، لازم تتعمل. لو النادي مش عنده مدرسه كوره فوسبال شوله باسم النادي اللي بيلعب فيرست ديفيجن ولا سكند ديفيجن ما يجلوش اللايسنس. اللايسنس انه يلعب يشارك في البوندسليغا. بالظبط. اوكي بالظبط. والمواصفات تبقى ايه؟ احسن مدربين باعلى لايسنس يمسكوا الناشئين، والفكر يبقى واحد، الفكر التدريبي، التدريبي يبقى واحد. أوكي. يعني كل مرحله السن ليها تدريب معين. صحيح. يعني انا كمان كنت بلعب في التسعينات كوره، انا ما اتعلمتش كوردينيشن خالص خالص. كوردينيشن وانا صغير. طبيعي. انا صغير. فالكوردينيشن دخل من ضمن العلم انه لازم دي ماده اساسيه، اساسي، حاجه. صحيح. اساسي كوردينيشن. ولا المنتل. المنتل كان يعني زمان واحد مش حاطط عليه يعني قيمه قوي على المنتل، بس دي بقت في الكوره حوالي المنتل العامل النفسي، يعني عامل النفسي بقت حوالي 50%. صحيح. ده كان من ضمن الاجتماع اللي حصل 2004، وحطوا نفسيهم مده 10 سنين عشان يطلعوا في التوب في العالم كله. طيب العشر سنين الاجتماع ده كان في 2004، بيعملوا علشان يوصلوا بعديها بعشر سنين ان يبقى عندك قاعده قويه جدا. بالزبط. للمنتخبات. للمنتخب. أيوة. للمنتخبات. المنتخبات. ما انت بتتكلم على كل الانديه في الفيرست في البوندسليغا او السفايتا بوندسليغا. أيوة. بتتكلم على 36 نادي. على 36 لما بيمشوا بهذا السيستم وهذا النهج اكيد اللعيبه اللي بتطلع بيكون مميزه للمنتخب الالماني. المنتخب الالماني. بالظبط. وده اللي حصل. نمشي مع بعض خطوة بعد خطوة. اللي حصل بعد 2004 جت كأس العالم 2006. 2006 ألمانيا طلعت ثالث. صحيح. خرج ضد إيطاليا. مزبوط. في الزيمي فاينل غلبوا 2-0، وبس كان إنجاز كويس قوي عشان كانت هي فرقة صغيرة في السن، لعيبة بخبرة معينة. كان يورجن كلينسمان ماسك الفريق دون. صحيح. وكان الاساسنس كوتش بتاعه يوأخيم لوف. يوأخيم لوف طبعا. اللي ماسك لحد دلوقتي. مظبوط. نيجي بقى المشوار اللي بعديه 2008. اللعيب طبعا الصغير اللي لعب كاس العالم في المانيا 2006. طب هقف عندي 2006 لان انا كنت حضرت. انا كان ساعتها كان ماتيا زامر كان هو الرئيس. هو الرئيس الفني سبورت دايركتور للاتحاد الالماني او المدير الفني للاتحاد الالماني. للاتحاد الالماني. وانا حضرت كان في محاضره هناك لان عملت اللايسنس هناك، فكان في محاضره كان عامل محاضره وادانا سيديهات وكل حاجه انه عملوا خطه من 2006 ل 2026. بالظبط. دي خطه امتداد من 2000 من 2004 ل 2014 مدوها ل 2026. انت عارف الالمان تمالي بيحبوا يدوا لنفسهم مسافه طويله. صحيح. ولو حصل قبل المسافه الطويله انجاز يبقى عملوا الشغل صح. مظبوط. وانا هاجي على النقطه دي عشان هم حطوا لنفسهم فرصه لحد 2026. واحنا عارفين طبعا 2014 حصل ايه في البرازيل، اخذوا كاس العالم. بس نمشي خطوه بعد خطوه. أوكي. ها 2006 كانوا في لعيبه زي لوكاس بودولسكي كان ما فيش حد عارفه.
ولا فيليب لام؟ لام طبعا. ولا أوليفا نوفي؟ كانوا لعيبة كلهم صغيرين وكانوا كلهم بيسألوا نفسهم طب لعيب زي فيليب لام ده هيعرف يلعب كاس عالم؟ ده لعب في شتوتكات ما لعبش لسه في نوادي كبيرة. وانتوا عارفين النجم فيليب لام عمل ايه بعدين في الكرة الألمانية، من اعظم اللعيبة على مستوى العالم وتاريخ ألمانيا. فدي اخد من ديت برضو كلامك عشان بحاول بقدر الامكان ان احنا الفكر ده نطبقه ولو جزء منه في مصر. يعني انت بتتكلم على ألمانيا أيوة. بإمكانياتها الكبيرة أيوة. بيضموا لعيبة صغيرين بروميسنج أيوة. عشان يلعبوا كاس العالم، بالرغم ان هو ما بيلعبش في أندية كبيرة زي البايرن ولا دورتموند أيوة. لكن بروميسنج وشايفين انه يكون عنده خبرات. خبرات وبالتالي طلع من هؤلاء الناس فيليب لام، وبتتكلم على عناصر كتيرة جدا. فمش أيوة. لازم يكون البروميسنج يكون من أندية كبيرة بالضبط، مش لازم. هو بس هم شايفين في حاجه وشايفين هدف من اللعيب ده يجي منه بس لازم هم يلعبوه يدوله الفرصه. وده اتعمل مع فيليب لام، واتعمل مع لوكاس بودولسكي، واتعمل بعدين 2008 2010 سوري مع توماس مولر. توماس مولر طبعا توماس مولر ده لوي فان خال كان ماسك 2010 بايرن ميونخ، اخذ توماس مولر من السكند تيم بتاع بايرن ميونخ. اوكي بس هنيجي ل 2010 نكمل بس على 2008. جاء كاس اوروبا 2008 اسبانيا اخذته، كسبت في الفاينل المانيا 1-0. بس المانيا جت الفاينل وبقت نمره 2 في اوروبا صحيح. وبعدين كاس العالم 2010 برضه الثالث في جنوب افريقيا صحيح. جم لعيبه جديده، انجيال جديده، توماس مولر، عندنا كمان نويا الجون نويا، وعندنا اوزيل، يعني لعيبه كتير قوي من كلوزا اعتقد وكلوزا طبعا وكلوزا وكديغا، يعني لعيبه كتير قوي جم من تحت وقووا المنتخب الالماني. اللي انا عاوز بس اقوله هي كانت دراسه عشان ياخدوا انجاز في 2026. 2012 في كاس اوروبا هم برضو اتغلبوا تقريبا في الزيمي فاينل، طلعوا في الزيمي فاينل وطلع الثالث. وبعدين 2014 احنا عارفين كاس طبعا العالم. كاس العالم في البرازيل، غير كمان كاس العالم في البرازيل خدوا كاس القارات بفريق تحت ال 21. يعني كاس العالم 2014، بعديه كاس 2015 كاس العالم للقارات أيوة. وكمان فريق تحت 21 سنه خد بطوله اوروبا فيبقى عندك يعني كونوا ثلاث فرق، فريق بالزبط. خد كاس عالم أيوة. فريق اخر مختلف خالص خد كاس القارات، وفريق اخر خد بطوله اوروبا مظبوط. وده اللي غير الفكر كله في المانيا عشان يقدروا يعملوا كونكورنس لاسبانيا ولايطاليا ولانجلترا. على فكره انجلترا كانت كمان عندها المشكله دي صحيح. وراحوا عاملين برضو الاستراتيجيه جديده، يعني المانيا بدات تنقل هذه الخبرات وهذه يعني الخطط الطويله المدى بدات تنقلها لاسبانيا وتنقلها لانجلترا. بالظبط بالظبط، ده اللي حصل في المانيا. والانجاز احنا شايفينه بيطلعوا لعيبه صغيرين من المدارس الكوره بتاعه النوادي اللي بيلعبوا في البوندسليغا، والمشوار ماشي. ولو واحد فعلا اشتغل بالسيستم دون في اي بلد وطبعا انا مركز على مصر عشان مصر يعني بلد عندها 100 مليون عايشين فيها، والرياضه النمره واحد الكوره. يعني لو واحد فعلا طبق جزء انا بقول والله جزء صغير من الشغل دون في مصر، ممكن مصر تعمل حاجه في العالم. خاصه ان احنا بنلاقي محمد صلاح عندنا، محمد صلاح مش بيدي نموذج للناس اللي بره، لا ده لازم يدينا احنا نموذج ان احنا لازم ندور، لان احنا عندنا نجم بقدر محمد صلاح. خلينا نتكلم بكل امانه، محمد أيوة. صلاح طلع بمجهوده وباراده ربنا بعيدا عن أكيد. الدراسه وبعيد عن اللي بتتكلم عليه، فما بالك لو احنا طبقنا جزء من هذه الدراسه في ارض، يعني انا بسمي ارض مصر خصبه جدا للمواهب وخاصه في كره القدم. اكيد فاكيد هنطلع يعني هنطلع نجوم كبار جدا. انا هطلع نجوم كبار جدا. انا بس عاوز اضيف حاجه كمان على مدرسه الكوره اللي اتبنت من الاتحاد الالماني للبوندسليغا، للنوادي بتوع البوندسليغا. هم كانوا مركزين مش بس في الكوره، برضو في الدراسه. يعني العيل الصغير بيتعمل سكاوتن صحيح. بيتعلم صح، بس هم مركزين في الكوره وفي الدراسه بتاعته، لو جاله اصابه يكون عنده الشهاده والدراسه بتاعته. انا كنت حاضر هنا، كان في منتخب المانيا تحت 14 سنه كان جاي هنا زياره في مصر، وكان عندهم مباراه في ملعب بيترو سبورت في انبي، فرحت كنت بتفرج على المباراه، فلقيت المجموعه اولا في
المجموعه بتصور المباراه، بتصور المباراه انالايزنج عشان يبقى في انالايزنج، والولاد لسه عنده 14 سنه. وفي مجموعه تانية لقيتهم قاعدين مع مدرس بالظبط المدرس، فانا بسال دول بيعملوا ايه؟ فقال لك لا ده في مدرس كمان بيطلع مع الولاد علشان ما يخسرش العلم الشول، يعني الشول المدرسه اللي شغاله في المانيا. فهو كمان الخطه مرتبطه بالجزء الرياضي ومرتبطه كمان بجزء الدراسه، وده مهم والعلم. جدا وده مهم جدا مهم جدا جدا جدا. طيب رايك ايه في يورجن كلوب؟ انا رايي هو عمل انجاز جامد قوي مع ليفربول. هو اما راح ليفربول مسك فريق كان مهزوز، كانش ماشي كويس قوي، وفي السنه اللي هو مسكها دخل في الاوروبا ليج فاينل. ده كان بالنسبه ليورجن كلوب فريق يعني مهزوز، ودخل في نص الموسم، يعني كان انجاز كويس قوي. والسنه اللي بعديها شامبيونز ليج فاينل اما محمد صلاح اتعور، والسنه اللي بعديها اخذ الشامبيونز ليج. يعني هو مدرب جامد جدا. المشكله السنه دي فين يا اسلام؟ المشكله نتكلم على السنه دي. احنا ممنوع ننسى يورجن كلوب السنه دي الدفاع الاساسي متعور. وهو كل ماتش بيلعب ايه بدفاع مختلف. وفي انجلترا اما واحد بيلعب بالنسبه لي انا اجمد دوري في اوروبا يعني كل يومين ثلاثه مباراه، وانا مش عندي الدفاع الاساسي واحد زي فان دايك متعور بقاله مده طويله، طبعا ياثر على الدوري بشكل كبير. علاقته بقى بصلاح في الفترات الاولى كان علاقه اكتر من رائعه، وانت يعني متابع جيد كمان للبريمير ليج، تفتكر العلاقه توترت شويه او بدا صلاح يفكر في جزء من هذا الموسم الانتقال خارج البريمير ليج، ولا انت شايف ان صلاح افضل ليه انه يكمل في ليفربول؟ يعني انا رايي شخصيا افضل ليه يفضل في ليفربول، عشان هو محبوب قوي من الجمهور، ومدرب زي يورجن كلوب بيحب اللعيبه اللي عاملين زي محمد صلاح. وعنده هو كمان تجربه مع مصريين، زيدان. مع محمد زيدان صحيح، جابه على ماينس وجابه ولعب في بريم، ومن بريم جابه على دورتموند. يعني هو بيحب اللعيبه المصريين، وانا يعني لو مكان محمد صلاح افضل في ليفربول. هما بس حظهم السنه دي فعلا مش كويس عشان موضوع الدفاع اللي متعور. طيب على مستوى يورجن كلوب، ويمكن زي ما انت قلت المنتخب الالماني دايما وخاصه على الاداره الفنيه بتقعد فترات طويله لانها بتشتغل ببلانونج. ببلانونج ف بخطه معينه. النهارده لوف طبعا اعلن ان هو بطوله اوروبا هتكون هي المحطه الاخيره. بعض الاسماء اللي اطرحت منها يورجن كلوب، مين من وجهه نظرك ان يكون اقرب لخلافه لوف في القياده الفنيه للمنتخب الالماني؟ يعني انا من رايي بعد الموسم اللي حصل دلوقتي في انجلترا، ويورجن كلوب اخذ الدوري الانجليزي بعد 1990، يعني ده انجاز جامد جدا طبعا بعد 30 سنه غير بعد 30 سنه اخذ الشامبيونز ليج بعد 2003 لما كان بينيتس ماسك الفريق دون، يعني كاس العالم للانديه ايوه كاس العالم، يعني عمل كل حاجه في ليفربول وفي انجلترا وهم بيحبوه. حتى يعني لو السنه دي مش ماشي كويس، لو انا في مكان يورجن كلوب امسك المنتخب المانيا. انت لو في مكان يورجن كلوب دلوقتي التايم انه يمسك منتخب المانيا، عشان ده هدف جديد، وهو محبوب جدا 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 في المانيا من اي جمهور، جمهور بتاع بايرن ولا جمهور بتاع دورتموند. هو يعني انسان شخصية، هو حتى كان بيكسب، كان بيعمل نجاحات مع دورتموند، كان محبوب بالرغم ده صعب جدا في المانيا. ايوه صح، انك على مستوى دورتموند وبايرن، وان في مدرب دورتموند يكسب بطوله منك اذا كان بطوله كاس او بطوله دوري، ويفضل جماهير البايرن عندها احترام كامل ليورجن كلوب في هذا الوقت. أيوة كمان أيوة، فده شيء دي حاجه مستحيله. بالظبط. انت عارف العقليه الالمانيه، وبالذات الريفاليتيت ما بين دورتموند وما بين بايرن ميونخ. صحيح. الجزء الاخر الخاص ببرضه بعض الاسماء المميزه جدا واتطرحت انها تكون كمدير فني، بنتكلم على فليك طبعا، هانزي فليك وبنتكلم لوتا ماتيوس. انا ما اعتقدش هانزي فليك يرجع تاني للاتحاد، عشان هانزي فليك ده كان اساسنس بتاع يوخيم لوف. هو ماشي كويس مع بايرن ميونخ، واخد وضعه مع بايرن ميونخ، وهو كان كمان لعيب زمان في بايرن ميونخ. انا اعتقد هانزي فليك هيفضل في بايرن ميونخ. بس لوتا ماتيوس يعني خبراته التدريبيه لسه خبراته التدريبيه فعلا مش ما عملش انجاز، كان ماسك تقريبا المجر وكانش ماشي كويس. بس هم انا يعني اعتقد هياخدوا لوتا ماتيوس، بس هيحطوا له ستاف
جامد جنبيه يطبقوا الشغل المنتخب الالماني الفني اللي عاوزينه. اوكي بس اتمنى انا يورجن كلوب. انت تتمنى يورجن كلوب؟ اتمنى يورجن كلوب يمسك المنتخب الالماني. سؤال، ويمكن الحمد لله الواحد كان ليه تجربه الحمد لله جيده جدا في البوندس ليجا، غياب اللاعبين المصريين ويمكن دلوقتي في بعض لاعيبه شمال افريقيا زي المغرب او الجزائر بيلعبوا في فرق كبيره على مستوى الدوريات الكبرى، ايه انت شايف سبب غياب اللاعب المصري دلوقتي؟ يمكن يعني بعد يعني انا كنت متواجد سمير كمونه، ياسر رضوان، محمد عماره، زيدان عمل شكل كويس. صح. دلوقتي في فترات غياب للاعب المصري بالرغم من وجود عمر مرموش، وهكلمك عليه بصفه خاصه لان عمر مرموش بيلعب في فولسبورغ. طب بس قول لي غياب اللعيبه المصريه عن بوندس ليجا سببها ايه؟ انا ممكن اقول لك الكره عامه في اوروبا بقت يعني في اي بلد بقت يعني اللعب بقى عالي جدا، يعني لعيب من بولندا زي ليفاندوفسكي مش ممكن يعني صحيح. يعني ولا ايطاليا، يعني هم دلوقتي بيقولوا في اوروبا ليه ناخد لعيب افريقي مش عنده مش جوه الاتحاد الاوروبي هياخد مكان بدل واحد تاني. اوكي. وهي دي النقطه، هم بيحاولوا دلوقتي يملوا البوزيشن دي بلعيبه من اوروبا. بس لو طبعا في لعيب من البرازيل ولا من افريقيا نجم جامد قوي زي محمد صلاح ده يفادوه يعني غير لعيب تاني. صحيح. يمكن كمان اللعب الافريقي حاليا عشان كمان مشكله الكورونا، وكان كمان في معظم البلاد كان في الدوري واقف، يمكن دي كمان اثرت لعيبه مش كتير من افريقيا يطلعوا على اوروبا بالذات من مصر يطلعوا على المانيا. صحيح. طيب جزئيه تانية خاصه بالمانيا كمان، وانت ممكن تكون عارف كمان معلومات اكتر، ليه بنسمع دايما ارقام كبيره جدا على مستوى الترانسفير؟ بايرن ميونخ اكيد قادر ان هو يشتري لعيبه بمئات الملايين. صحيح. لكن عمرنا ما شفنا نادي في المانيا حاطط بادجت 100 مليون او 90 مليون يورو في لعيب. صح. بالرغم عن كده ان شايفين ان المنتخب الالماني والدوري الالماني من اقوى الدوريات في العالم. انت شايف السياسه دي ازاي؟ وهل شايفها ممكن تتغير في المستقبل القريب عشان على مستوى البايرن خاصه ان ممكن البايرن دلوقتي يتعاقد مع لاعب بحجم مبابي ولا بحجم هالاند بارقام كبيره، ولا في سيستم معين للكره الالمانيه في الارقام الكبيره ديت؟ هو في سيستم معين، الكره الالمانيه زي ما انتم شايفين مش لازم واحد يدفع ترانسفير كتير قوي للعيب، عشان هم بيشتغلوا في الناشئين ويبنوا لعيبه بفلوس قليله، يعني صحيح. بعلم معين بفلوس قليله، وبعدين اما اللعيب ده يطلع ويبقى نجم بيبيعوه بقى بفلوس غاليه، زي مثل توماس تيمو فيرنا ما راح من لايبسيش على شيلزي دفع فيه 50 مليون، ولا هافرتس اللي كان بيلعب في ليفركوزن السنه اللي فاتت. على سبيل المثال دورتموند جاب هالاند ب 40 مليون، دلوقتي 150 يعني ريال مدريد بيكلموا في 100-150 مليون. يعني السياسه في المانيا لا ما ندفعش فلوس قد كده، ناخد الفلوس دي نحط جزء في الناشئين ونبني اللعيب من تحت على فوق. دي السياسة في البوندسليغا كلها. صحيح. حتى بايرن ميونخ أولي هونس قال هو مش مستعد بالذات دلوقتي في الوقت الكورونا مش مستعد يعمل الترانسفيرس الكبيرة زي زمان. أوكي. عشان طبعا نفيش جمهور، ودي طبعا يعني النادي متضرر شوية. أكيد كل الأندية العالم متضرر، بس أنت بتتكلم على سيستم مهم جدا إن تاني بنكرر، ممكن دي تكون تجربة كمان للأندية هنا في مصر، إنك بدل ما تدفع مبالغ كبيرة جدا في لعيبة أنت ممكن المبالغ دي توفرها لقطاع الناشئين، بتربي ولادك، بتأسسهم صح، ولازم يكون التأسيس زي ما الكابتن إسلام قال على أسس علمية، إن المدربين أصحاب الشهادات العليا هم اللي بيشتغلوا في قطاع الناشئين عشان تبدأ تبني من تحت، ولما تبني من تحت أكيد القمة إن شاء الله هتكون موفقة. طيب إسلام، عايزين نرجع معاك كده بالذاكرة لكأس العالم للأندية، وعايزين نعرف ردود أفعال الجماهير الألمانية أو يعني المشجعين ألمانيا وخاصة البايرن في وصول النادي الأهلي للمباراة قبل النهائية، وردود أفعالهم بعد مباراة النادي الأهلي والبايرن. أوكي.
انا هتكلم على حاجه قبل المباراه. قبل المباراه, قبل المباراه كان بايرن ميونخ طبعا عارف الاهلي نجم كبير قوي في افريقيا, هو واخد اقصى اكتر بطولات, اكتر بطولات واخد اكتر الشامبيونز ليج الافريقي وي وي وي, وكان داخل الماتش دوان طبعا بشويه ريسبكت. اكيد اكيد اكيد. انا كنت عامل كمان تحليل على الماتش دوان. أوكي. كنت شايف يعني الاهلي كان هيبقى عنده فرصه لو كان لعب بـ 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 بشجاعه ومش بخوف. اوكي. وانت يمكن تتذكر المباراه اول 30 دقيقه كانوا اللعيبه فعلا عندهم ريسبكت وكان ايه في خوف كتير جدا. صحيح. بعد المباراه عشان ابقى صريح معاك ما اتكلموش كتير على الماتش دوان, يعني كان شيء طبيعي بايرن لازم طبيعي يكسب الماتش دوان طبيعي, بس ما دقوش على الماتش دوان قوي. بس انا كمصري يعني زعلت قوي عشان كنت حتى كان في نوع من يعني طبعا كلنا زعلنا, لكن كل امانه كنا احنا نتمنى ان يكون المباراه افضل شويه, يكون في جراءه, في جراءه بالظبط. لكن على مستوى انك تحصد كمان المركز الثالث في كاس العالم للانديه فكان دي حاجه رهيبه جدا, وانا طبعا اتبسطت وكلنا اتبسطنا عشان الاهلي طلع نمره 3 في العالم كله. صحيح. ودي صحيح. حاجه طبعا تشرف مصر وتشرفنا احنا. وصحيح كنا كمان احنا فرحانين وجماهير, بتكلم بلسان جماهير النادي الاهلي لما كمان بتشوف العلاقات الحلوه قوي مع لعيبه البايرن حتى بعد المباراه. شفنا أيوة. نوير أيوة. منزل بيتصور مع الشناوي. أيوة. بيغير التيشيرتات مع بعض, ونوير كمان بيشكر الشناوي على المباراه اللي قدها دي, كانت بتفرح جماهير النادي الاهلي. أكيد. وخاصه النادي الاهلي وصل لدرجه ما شاء الله, حتى من الدرجه عالميه, وكلنا كنا مبسوطين ان هو مجرد بيلعب البايرن احسن فريق في العالم. أكيد. كنا سعداء بده. شفت بقى الاهلي على مستوى المشوار الافريقي وادائه مع موسيماني. ايوه يعني انا اول حاجه ابقى صريح, انا كنت مستغرب اما موسيماني عمل جي للاهلي. انا كنت مستغرب قوي عشان انا كنت مش عارف السي في بتاعته قوي. انا كنت عارف هو جاي من جنوب افريقيا وكان في مباراه ضد الاهلي كسبها تقريبا 5-1 مباراه سان داونز. ايوه بالظبط بالظبط. بس يعني انا تملي بقول لازم واحد يشوف اول حاجه المدرب, يديله الفرصه. أوكي. عشان يحكم عليه. بس الشغل اللي هو عامله دلوقتي في الاهلي هايل جدا, وانا اللي عاجبني في موسيماني بيدي اللعيبه الصغيره الفرصه. ده مهم, دي مهمه جدا, دي انا يعني احب في مصر واحد يدي اللعيبه الناشئين الصغيرين اللي عندهم طموح اللي عندهم لسه هدف يدولهم الفرصه في الفريق الاولاني. يعني في المانيا في سيستم معين, اما واحد يلاقي لعيب كويس في الناشئين يطلعوا اول حاجه يعمل تدريبات مع الفريق الاولاني. مزبوط. وبعدين ينزلوا في متوشه حبيه وبعدين ينزلوا في المباراه الجد يعني كام دقيقه عشان ياخد ثقه في نفسه. صحيح. انا اتمنى الاهلي بيعمل كده, عنده ناشئين قطاع الناشئين جامد جدا, يمشي الطريق دون, والانديه الثانيه في مصر يعملوا كمان الطريق دون, يعني يمشوا ياخدوا الخط الطريق ده. طيب. عشان لو هم اخدوا الخط الطريق ده هيبقى لعيبه مصر من تحت على فوق زي السيستم اللي حكينا فيه في المانيا, هيبقى في تملي قطاع ناشئين طالع من تحت, اجيال عندهم طموح وواحد يديلهم الفرصه. ده بينعكس على النادي وبالتالي بينعكس على المنتخب. انت لما يكون عندك قطاع ناشئين قوي هيطلع نادي قوي, هيطلع لعيب دولي قوي. اكيد. ولما بنتكلم على لعيب مصري في المانيا, عمر مرموش. ايوه اكيد. ايه رايك فيه؟ انا يعني طبعا شايفه كتير عشان هو لعيب بدا في فويسبوك. مظبوط. وانا شايفه لعيب جامد جدا, والحلوه بقى في المانيا بتوع فولسبوك شايفينه هو كمان كويس, بس هما بيقولوا فولسبوك عنده دلوقتي الهدف السنه دي يخش الشامبيونز ليج, هو في المركز الثالث ثالث يعني ماشي كويس جدا طبعا. بس هما شايفين اللعيب ده لازم لسه يتحضر, يعني لسه يظبطوه شويه. ادوه اعاره لزان باولي في السكند ديفيجن, ماشي كويس جدا هايل. بس انا سامع يعني من الاداره ومن شماتكه سبورتس دايركتور هم عاوزين بعد الاعاره يرجعوه تاني على فويسبوك ويدوا له الفرصه للموسم اللي جاي, يكون اخذ خبره في زان باولي وهو بيلعب باستمرار وبيجيب كمان اهداف. صحيح. ويكون يعني بيحضروه للموسم اللي جاي. بس انا شايفه هايل جدا جدا,
وهيشقوا طريقه في ألمانيا. طيب تفتكر ايه اللي ناقص اللعيبة المصريين عشان تكون موجودة في البوندسليغا او يكرروا تجربة مثلا محمد عمارة، انا كنت موجود، زيدان اللي عمل شكل اكتر من رائع، انت شايف بعيدا عن الفنيات لان الموهبة موجودة، الصفات الشخصية اللي ناقصة للاعب المصري عشان يتواجد في الدوريات الاوروبية وخاصة في البوندسليغا؟ هو اول نقطة الالتزام، انت عارف الدسيبلين. المانيا الدسيبلين، المانيا كلها التزام وكله دسيبلين، وفي قاعده معينه لازم يمشوا عليها. يعني انا بجد يعني اتخضيت، انا مره شفت عملت محاضره في نادي درجه اولى في الناشئين بتاعه، مش عاوز اقول النادي، قالي نادي في مصر، في مصر أوكي. عملت محاضره للمدربين بتوع الناشئين أوكي. ولقيت اللعيبه بعد التمرين كانوا في ما بين السن ال 17 و 21 بعد التمرين بياكلوا شيبسي اتخضيت طبعا بيشربوا بيبسي اتخضيت طبعا. انت عارف طبعًا. المانيا ما فيش حاجه زي كده، مستحيل. حتى احنا في الناشئين كنا بناخد اللعيبه ومرتين في الشهر بنحطه على الميزان عشان نشوف الوزن بتاعه ايه. يعني دي نقطه مهمه جدا جدا، بس دي ترجع بقى للعيب يقول لنفسه لا انا هشرب ميه مش هشرب بيبسي، لا انا مش هاكل شيبسي انا هاكل سلطه مثلا. يعني دي نقطه مهمه جدا لازم اللعيب يفهمها، بس انا اعتقد دي ترجع كمان للعلم بتاع المدرب. صحيح. والرؤيه طبعا اللي يديها للعيب بتاعه. صحيح، وده هنرجع تاني للمدرب ونرجع تاني للي هيطلع القماشه، لانك انت عندك قماشه كويسه جدا، كويسه جدا، لو ما كنتش هتفصلها التفصيله الصح في الميعاد. لان انا معاك ان قطاعات الناشئين عندنا مواهب كتيره جدا، يمكن جداً. المدربين، طب ايه اللي ينقص المدربين؟ يعني ايه المدربين دي؟ طبعا دي صور معروضه، دي قطاعات الناشئين او احد الاكاديميات. ايه اللي ناقص كمان؟ وانت اتكلمت على جزئيه مهمه جدا عايز اكلمك فيها، ان المانيا عشان توصل لهذه المرحله اهتموا بالاكاديميز. الاكاديميز اشرح لنا كمان دي طبعا صور وانت كنت متواجد في بعض المحاضرات. انا بنزل كتير على مصر أوكي. عملنا شغل مع الاتحاد حلو قوي. دي صوره اما كنا بعمل اللايسنس مع بيال باسكي، اكيد انت لعبت باسكي لعيب الكولون الرهيب كاس العالم 90 90 أيوة. طبعا دي صوره اتعملت من حوالي اسبوعين في أوكي. اكاديميه في مصر أوكي. فتحت جديده أوكي. هولنديه المانيه أوكي. وعزموني كضيف البات يعني الالماني أوكي. واشتغلنا فيها عشان نطبق الشغل الهولندي والشغل الالماني. حلو، الشغل الهولندي والشغل الالماني والمدرسه اعتقد مدرسة بدات تبقى قريبه جدا، ما بقتش هولندا اللي هي لا. تبقى ليها مدرسه خاصه أيوة. والمانيا اعتقد أيوة. المانيا قربت جدا للمدرسة جداً. الهولنديه برضو. ايه اللي ناقص لمصر بالظبط؟ نصيحتك أيوة. للاكاديمي، الناس اللي بتفتح اكاديميات، ودلوقتي في مصر اكاديميات كتير للاسف كلها بغرض الربح وليس أيوة. بغرض أيوة. انك بتعمل اكاديمي عشان تصنع بيها أيوة. هل الاكاديمي دي لازم تكون تحت اشراف الاتحادات أيوة. هل الاكاديمي دي لازم تكون عندها لايسنس انه المدربين يشتغلوا بلايسنس؟ هل الاكاديميات ديت يكون جزء منها يتاخد منها لناشئين مثلا للانديه ياخدوا منها السيركل ده؟ اشرحه لنا، وانهي الافضل للكره المصريه؟ للكره المصريه يعني الافضل لازم الاتحاد كره القدم في مصر لازم يدي سيستم معين واستراتيجيه معين للانديه اللي بيلعبوا في الممتاز والممتاز به. اوكي. يعني هتبقى صعبه قوي طبعا الواحد يعملها زي المانيا، كل واحد لازم يكون عنده اكاديميه ومدرسه كوره، بس على فكره مش صعبه صدقني يا اسلام، لو الانديه في انديه قادره وفي انديه ممكن تعمل كده حتى على مستوى صغير، لكن خلينا نحط السيستم. نحط السيستم مع طبعا بعض. نحط السيستم. انا من رايي كل نادي اللي بيلعب في الممتاز لازم يكون عنده اكاديميه بسيستم معين وبعلم معين. السيستم والعلم معين ده أوكي. هيجي منين؟ بمدربين واخدين لايسنس عاليه. تمام. انا ما اعرفش عشان ابقى صريح اللايسنس في افريقيا بتبقى ماشيه ازاي، انا ما اعرفهاش، انا عارف بس في اوروبا. بس كل سن محتاج مرحله معينه في التدريب. يعني مدرب مثلا بتاع الولاد من سن 8 ل 11 مش هو اللي يكون مدرب بالزبط.
صحيح. حتى لو مدرب كويس ما ينفعش يمرن من 15 ل 18. صحيح صحيح، يعني كل مدرب يكون سبيشاليست منطقه معينه. أوكي. ودي بتتعمل في المانيا. صحيح. يعني زي ما انت قلت كابتن هاني، يعني عندنا مدرب ماسك الفريق من الصغيرين قوي، يعني قول كده 6 7 سنين لحد 11 سنه، وفي شغل معين لازم يتعمل. صحيح. في السن دوان، عشان لو ما تعملش في السن دوان صعب جدا واحد يعمله في السن الكبير. اوكي. ونفس الحكايه في السن 12 لحد 14. روبش لسه موجود؟ هو مش موجود، كان ماسك موجود. كان ماسك لحد 2012 لتحت 21. تحت 21 هو واخد وكسب بطوله اوروبا. ايوه بالظبط، لان زي ده بقول لك هو بقاله تقريبا 8 سنين ماسك هذه المنطقه بس. ايوه صح. اللي هو ماسك السن 18 سنه وبيشتغل معاهم. بيشتغل معاهم. أوكي. وده السيستم اتطبق كمان من الاتحاد الالماني، مدرب معين ماسك فريق معين. ويا ريت في مصر يطبقوا جزء من الشغل ده، هيطلع زي ما انت قلت قماشه. احنا عندنا صحيح. قماشه جميله جدا. صحيح. احنا بس لازم نظبطها ونفصلها مظبوط عشان نطلع انتاج من تحت لعيبه جامده جدا. واهم نقطه، لو احنا شايفين لعيب كويس نديله الفرصه فوق، دي اهم نقطه. وانت عارف دي بيعملوها في المانيا وفي صحيح. كل الانديه في اوروبا. مظبوط مظبوط. يعني لقينا لعيب عنده 16 17 سنه، اديله الفرصه يلعب فوق في الفريق الكبير عشان اللعيب دون يجي له ثقه وياخد خبرات. هياخد خبرات ازاي من غير ما هو ماشي بيلعب؟ والصغيرين الصغيرين، وبمناسبه الصغيرين انا كان معايا لسه بقرا دلوقتي اكتر اللاعبين صغار السن الفاليو بتاعهم قد ايه لغايه سن 20 سنه. ايوه. تتكلم على سانشو، لعيب سانشو بتاع دورتموند القيمه التسويقيه 100 مليون 100 مليون. تتكلم على غينا ديليخت بتاع يوفنتوس القيمه التسويقيه 75 مليون. تتكلم على توريس طبعا ده في المان سيتي. أيوة. الاسباني. اسباني قيمته 50 مليون. أيوة. تتكلم على ديابي ده طبعا في ليفركوزن لعيب ديابي بيلعب على الوينج الشمال. ولد صغير لسه عنده 20 سنه. 20 سنه. بتتكلم في 48 مليون يورو. فبتتكلم انت على نقطه مهمه جدا، ان انت لما بتدي فرصه للولاد الصغيرين، وخلاص الصغير 18 سنه ما بقاش صغير يعني، خلاص صغير. يعني تدي له الفرصه ممكن جدا يعمل لك يبقى مولد نجم جديد يعني. وغير كده هون النادي هيستفيد طبعاً. لو اتباع بمبلغ زي كده ممكن المبلغ ده يحطه في الفريق الاولاني وفي الناشئين جزء كبير في قطاع الناشئين. هو ده الفكر بقى الالماني. اسلام احنا بجد بنشكرك، شكرا جزيلا. فيل دانك. انا مبسوط جدا بجد عشان تعرفت عليك. سعيد فرصه سعيده جدا، وعايزين ان شاء الله نمسك الملف ده، وكمان هنا في البيت الكبير ان احنا نقسم، لان ده مهم جدا، وان شاء الله ده جزء منه كبير متواجد في النادي الاهلي ان شاء الله في قطاع الناشئين، لكن نستفيد برضو من خبراتك ان شاء الله. شكرا جزيلا. شرفتنا ونورتنا. شكرا. دي كانت طبعا فقره مميزه جدا جدا مع اسلام شاهين. ان شاء الله عندنا فاصل، وبعد الفاصل عندنا كمان نجم كبير الكابتن عادل مصطفى في البيت الكبير.